السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا تاني في قناتكم اشتغلي بيديك لتعليم كروشيه. أنا بعتذر إن أنا بقالي فترة ما قدمتش أي حاجة أو ما سجلتش أي فيديو بسبب إن كنت مسافرة، فأرجوكم اعذروني يعني. وإن شاء الله هوعدكم إن أنا هعوضكم الفترة اللي جاية. طبعا وأنا مسافرة كنت مسافرة مصر، فجبت شوية خيوط حلوة الحمد لله. إن شاء الله هنعمل حاجات كتيرة حلوة هتعجبكم. من ضمن الحاجات الخيوط اللي جبتها خيط مكرمية مصري، طبعا هو الخيط المكرمية المصري ما غني عن التعريف. أنا جايباه زي شلل كده بالكيلو، وكل شلة بفكها بعملها زي بكرة كده، هنحاول نعمل منها النهاردة شنطة حلوة ونزينها بورد أو بحاجة، ان شاء الله تعجبكم. نبدأ ونقول بسم الله. طبعا عشان الخيط تخين اوكي، هنحاول نستخدم ابرة شوية سميكة، هستخدم 6 أو 6.5 اوكي. ونبدأ نقول بسم الله. هنعمل حلقة البداية طبعا. ونبدأ نعمل سلاسل. نحاول ان احنا ما نشدش ايدينا شوية واحنا بنشتغل، عشان الخيط المكرمية قوي، فاما تيجي تدخلي الابرة في الغرزة اللي بعديها تكون سهلة معاك انك تدخليها يعني. عملنا 18 غرزة سلسلة اوكي. في طريقتين نعمل القاعدة بتاعت الشنطة، يا اما نعملها بيضاوية تبقى نلف داير ما يدور حوالين السلاسل اللي احنا عملناها، يا اما نعمل قطع مستطيلة وبعدين نعمل حواليها غرزة حشو داير ما يدور ونشتغل عليها. فانا حابة اعمل اللي هي قطع مستطيلة، مش عاوزة اعمل بيضاوية. هنرتفع بس سلسلة واحدة وابدأ اشتغل غرز حشوة. طالما هعمل قطع مستطيلة هشتغل غرز الحشو على مش السلسلة هي قدامنا، هنلفها على الظهر على الغرزة على الخيط او الحلقة اللي في الظهر دي، شايفينها اهي دي في ظهر السلسلة، هنشتغل على الحلقة دي اوكي. فهندخل طبعا الغرزة اللي احنا خدناها الاخرانية مش هندخل فيها، الغرزة اللي بعديها هندخل في الظهر الحلقة اللي في الظهر، واعمل غرزة حشو اوكي. الغرزة اللي بعديها ادخل واعمل غرزة حشو اوكي. شايفين هعمل كده لحد اخر السلاسل. كده عملنا الصف الاولاني اهوت، عبارة عن غرزة حشو كله اوكي شايفين. وهنبدأ نكرر الصف دوت حسب عرض القاعدة اللي احنا عاوزينها، يعني عاوزين الشنطة قاعدتها عريضة بحيث انها تبقى واسعة قوي، او ان هي عاوزينها صغيرة، حسب القاعدة اللي انت عاوزينها بتعمل. يعني ممكن تعملي 3 صفوف 4 صفوف 5 لو عاوزاها عريضة قوي او عاوزاها مربعة. هنرتفع غرزة واحدة ماشي، ونقلب الشغل ونبدأ نشتغل هنا غرز حشو. بس هنا هنشتغل غرز الحشو في الحلقتين بتوع الحشو اللي تحت اللي فوق ماشي.
ميزة خيط المكرمية إن هو تخين، ف بتشتغلي له إبرة كبيرة فبيكبر معاكي الشغل بسرعة. يعني ده يشوفي سطرين بس عمل يعني مساحة كويسة. يعني أنا طبعا هعمل 3 سطور وهلف عليهم غرزة حشو داير ما يدور اللي هشتغل عليها باقي شغل الشنطة. شايفين؟ ادي كده سطرين. اوكي، بنكمل كله وبعمل السطر الثالث وبرجع لكم. خلصنا بنتوت ال3 صفوف. اوكي، هنبدأ نلف الناحية التانية برضو غرزة حشو داير ما يدور عشان دي اللي هنشتغل عليها بقية الجسم الشنطة. يعني عند آخر غرزة هاخد غرزة تانية بنفس المكان. اوكي، عشان تبقى غرزة الزاوية، وبعدين في الغرزة اللي هي اللي تحت منها في الجنب هاخد غرزة حشو، وهنا غرزة حشو، وبرضه في الغرزة الصف اللي تحت. اخد غرزة تانية عشان الزاوية، وابدأ اشتغل على الصف ده. الصف دوت اللي هو غرزة السلسلة بتاعت البداية، هتلاقيه كلها عبارة عن سلسلة هنا، فهنشتغل برضو في الحلقتين بتوع السلسلة غرزة حشو داير ما يدور لحد الآخر والجنب التاني. هحاول اخد الطرف الخيط اللي معايا من الأول بتاع البداية عشان أدري في الشغل. هتبقى قاعدة مستطيلة بالشكل ده، كملها لحد الآخر. كده خلصنا ال3 صفوف بتاعتنا اهوت. اوكي، الشغل بتاعنا نضيف اهوت. ماشي، هنبدأ نشتغل باقي جسم الشنطة اللي هنرتفع بيه. فهنشتغل برضو، انا شغالة كله غرزة حشو بس هنيجي هنا نرتفع واحدة بس. اوكي، نرتفع واحدة السلسلة، وبعدين نبدأ نشتغل على الغرز الحشو اللي هي لتحت، بس مش هنشتغل على الحلقتين بتوع غرز الحشو، هنشتغل على الغرز الحلقة الأمامية بس. يعني زي ما انتم شايفين كده، اهي غرزة الحشو موجودة اهي زي دي كده كده اهي، دي في غرزة أمامية وغرزة خلفية، شايفين اهي. فاحنا هنشتغل على الغرزة الأمامية بس. اوكي، هنبدأ من هنا اهوت، ندخل في الغرزة الأمامية، نعمل حشو، نيجي للي بعديها الغرزة الأمامية حشو. ليه هنشتغل الغرزة على الغرزة الأمامية بس؟ عشان تديني الكيرف بتاع الارتفاع. هنبص نلاقي بعد كده ان الشنطة بدأت تطلع لفوق مش بتوسع. اوكي، وهنا مفيش اي تزايد، مفيش اي حاجة، لان الشنطة هتطلع بنفس الحجم. لو عاوزاها الشنطة تطلع على واسع هتعملي تزايد كل 3 صفوف.
شايفين الشغل بقى عامل ازاي؟ بقت طالعة لفوق كده عشان تعمل جسم الشنطة، شايفين؟ كله غرز حشو. طبعا انت ممكن تستخدمي اي غرز تانية انت او حباها، لو حابة الشنطة فيها غرز، بس انا عشان هي الشنطة اسود خالص فهحط فيها ورد الوان، فهعمل كله غرزة حشو بس. طبعا في الركنة مش هنزود اي حاجة ولا نعمل اتنين في نفس الغرزة ولا اي حاجة، نفس العدد اللي تحت عشان تطلع لنا الشنطة بنفس الحجم، ما تبقاش أوسع أو تفتح مننا يعني. في كل غرزة بنعمل غرزة حشو بس، شايفين منظرها عامل ازاي؟ اوكي، بخلص الدور الأولاني وبجيلكم. خلصنا الدور الاولاني كله وقفلناه هنا بغرزة منزلقة، ماشي زي ما انتم شايفين. شايفين الشغل عامل ازاي؟ طلع لفوق كده بقى ايه، زي دي القاعدة بتاعت الشنطة ودي الارتفاع بتاعها. اوكي، هنبدأ نشتغل على الصف الاولاني دوت على قد ما انت عاوزة طول الشنطة. قد ايه؟ بنفس الطريقة، غرزة حشو بس وبدون اي تزايد. اوكي، هشتغل كمان صفين كده ولا حاجه وبعدين اوريكم. بعد الصف الاولاني هنبدا نشتغل على من داخل الحلقتين بتوع الحشو اللي تحت، مش الحلقه الاماميه، بس الصف الاولاني هو اللي بنشتغل في الحلقه الاماميه، ماشي. لكن بعد كده نشتغل الحلقتين مع بعض كده، غرزة حشو عادي كده. دلوقتي انا اشتغلت صفين وبشتغل في التالت اهو، ماشي. شايفين منظر، المنظر بان ان هو يعني دي قاعدة الشنطة ودي الشنطة هي خلاص. هنشتغل نفس الغرزة ادوار لحد مقاس الشنطة اللي احنا عاوزينها، زي ادي القاعدة اهي. اوكي، انا دريت الحرف من جوه عشان اقصه. اوكي، رجعنا تاني بعد ما كملت طول الشنطة اللي انا محتاجاه زي ما انتم شايفين اهو، دي كلها غرزة حشو مش أي غرزة تانية. اوكي، بالطول اللي أنا محتاجاه. وبعدين عاوزة أعمل أقفل هنا الشنطة عشان مكان أقفل فيه السوستة، وأعمل إيد. فأنا خدت الجنب دوت علمت، هما كانوا 4 غرز مشيت معاهم لحد ما علمت ال4 غرز. أدي أول واحدة أهي، 2 3 4، حطيت فيهم ماركرات عشان دي يبقى مكان الايد، وفي نفس الوقت الناحية التانية عملت نفس قفلة الدور بتاع الشغل بتاع الشنطة. خدت غرزة حشو، غرزة سلسلة ارتفاع، وهبدأ بدل ما اشتغل كده الف وارجع اشتغل الناحية التانية برضو غرز حشو. اوكي، هشتغل الغرزة القدامانية على الحلقة القدامانية عشان يبقى برضو الشغل ناحية جوه حشو.
طبعا تعرف ليه انا بشتغل على الحلقة القدمانية، عشان يبقى متنية كده لجوه واركب فيها السوستة وتبقى دي القفلة بتاعت الشنطة. خلصنا الدور اهوت، وشايفين عامل ازاي اهوت، بحيث ان هي هتتقفل هنا كده. خلاص هعمل كمان دور العكس، وبعدين نبدأ نعمل الإيد، وبعد ما نخلص الإيد هنعمل الناحية التانية عشان يبقى كله مشبوك ببعضه، ما فيش توصيلات. نرتفع واحدة سلسلة، وبعدين الدور اللي بعديها هنشتغل حشو عادي زي التانيين، زي بقية الشنطة. حشو بناخد الحلقتين الاتنين بتوع الغرزة اللي تحت، مش هنشتغل بقى على الغرزة الخلفية بس. انتوا شايفين كده؟ نيجي نعمل ايه؟ فاضل الجنب عشان نعمل الايد. عشان نوصل لهنا هنعمل غرز منزلقة كده لحد ما نوصل لتحت. ماشي، هما غرزتين بس على قد السطرين. ادي اول واحدة. ادي الثانية هنا منزلقة التانية اهي. وبعدين هنيجي هنا نشيل اول ماركر، نبدأ نشتغل غرزة حشو هنا. اوكي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة من الماركر الثاني. كده عملنا الأربع غرز. نعمل ارتفاع هنا، ممكن نعمل الإيد، ممكن نعملها عواميد، ممكن نعملها غرز حشو، حسب ما انتي عاوزة. عاوزة مثلا الإيد طويلة وحاسة انها هتبقى وقت طويل ان انتي تشتغلي حشو لكل الإيد الطويلة ديت، ممكن تعمليها عواميد، لان هي هتبقى الايد بس مش مهم تكون فيها فراغات، لكن جسم الشنطة لازم يكون مقفول، فعشان كده لازم يبقى حشو. كمان الشنطة ممكن تعمليها عواميد، تبطنيها من جوه وقماشين. اوكي، نشتغل الشنطة الايد ونرجع لكم. عملتها انا عواميد توفير للوقت والجهد، شكلها هي مش وحشة، وفي نفس الوقت كبرت بسرعة الإيد أهيت. نعملها أربع عواميد. الأول بنعمل ارتفاع ثلاثة سلسلة، وبعدين نلف الشغل فوق كل عمود نعمل عمود. تاني اوكي، اخر عمود بنعمله فوق الارتفاع بتاع اللي قبليه. ادي كده واحد اتنين، في تالت غرزة بنخش ونعمل عمود. اوكي، زي ما انتم شايفين
حيط المكرمية يا جماعة تقيل، بيوجع الإيد في الشغل بالذات لحد في سني يعني، بس هو الميزة اللي فيه إنه بينجز الشغل بسرعة، وتلاقي الشغل بيكبر معاكي، وفي نفس الوقت بيدي شكل حلو ماسك نفسه. نلف كده 3 ارتفاع، وبعدين نعمل عمود فوق كل عمود، وبعدين فوق الارتفاع الاولاني عندي 3 غرزة نعمل عمود. شايفين ادي كده الايد اهي، الشغل بتاع الكروشيه يا جماعه بيريح بالذات اللي ايد الشنط او حاجه زي كده، فمنعملهاش طويل قوي لان هي مع الاستخدام بتريح فبتطول اكتر. خلاص اهي، ماشي. هنيجي نشبكها من الناحية التانية اهي زي ما احنا شايفين كده اهي. هنيجي نشبكها منين؟ من هنا هنشبكها. شايفين اللي هي الكفر اللي احنا عملناه هنا، الخطين دول اول غرزة بعد منه اللي احنا حاطين فيها الماركر. خلاص هنشبك بغرز حشو. تاني غرزة هنعملها هنا، وتاني غرزة هنا. بعدين تالت غرزة مع تالت غرزة. وبعدين نشيل الماركر اللي احنا حاطينه، دي اخر غرزة لتثبيت الشنطة. هنثبتها في هنا الغرزة التالتة من الارتفاع. اوكي، وكده ثبتنا ايد الشنطة زي ما انتم شايفين. اوكي، وهنبدأ نعمل الكفر، الجزء التاني من الكفر، صفين زي ما اشتغلنا ده، صفين غرز حشو عشان نثبت عليها السوستة. وطبعا عاوزين تزينوا الشنطة بأي شيء، عاوزين تعملوا وردات، عاوزين تعملوا زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت وردات كبيرة وصغيرة وورق شجر، ماشي. ممكن نزين زي ما احنا عاوزين. انا هخلصها كلها وهزينها وبعدين اوريكم في النهايه شكلها عامل ازاي، بس دلوقتي نكمل. هنكمل بقى الحته دي اللي هي الكفر ده، هنشتغل هنا غرزه حشو على الغرزه على الدايره الاماميه من الغرزه اللي تحت، ماشي. هنخش كده من هنا الدايره الاماميه بس، ونعمل غرزه حشو هنا دايره اماميه. شايفين هنا الغرزه عامله ازاي؟ اهي دي فرعين فيها حلقتين. هنخش الحلقة الأمامية بس
عشان بيبقى متني لجوه، ونركب فيها السوست. اوكي خلص الدور ده واجيلكم. خلصت الدور دوت زي ما احنا قلنا لكم على الحلقة الأمامية، فشايفين بقت عاملة قصاد التانية. هنعمل كمان صف، بس الصف ده هنعمله على الحلقتين زي الشنطة العادية، يعني هنعمل ارتفاع اوكي واحدة، وبعدين على الحلقتين، شايفين على الحلقتين هنعمل غرز حشو. ماشي كده خلصنا الكفر اللي بتاع القدام اللي احنا هنركب فيه السوستة اهوت بالطريقة دي. دي غرزة، دي سطرين ودي سطرين، بنركب فيها سوستة سودة بخيط عادي، بخيط بإبرة وخيط اسود، وبعدين بنحط بنجملها زي ما احنا عاوزين. مثلا عادي عاوزة، ناس عاوزة تجمل مثلا بحاجة زي اكسسوار، حاجات خرز لولي تبقى للسهرة، او انها تتساب كده سودة خالص ماشي، هتبقى جميلة برضو وهتبقى يعني حاجة مميزة، لان هي غرزة بسيطة وحلوة والخيط ماسك نفسه وعامل شيب حلو للشنطة. خلاص انا بزينها وبركب السوستة وبوريها لكم في الاخر هتبقى شكلها ايه. رجعت لكم تاني بالشنطة اهيت، خلصتها من زي ما انتم شايفين الظهر بتاعها سادة اهوت، يعني ممكن لو الوش بتاعها برضو هيفضل سادة كده هتبقى شكلها ظريف برضو. وادي الايد بتاعتها، وعملت لها وردات وورق شجر كده، وطبعا ركبت لها السوستة هنا تتقفل ماشي تبقى واقفة كده، ومساحتها من جوه حلوة تاخد حاجات كتير. يعني هنقول لكم هنحط فيها ايه. دي شنطة الإبر الكروشيه ماشي، هدخلها كده اهي، موبايل محفظة اتقفلت زي ما انتم شايفين اهي، وايدها اهي يا رب تعجبكم وتنفذوها. ما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك عشان توصل لكم اي حاجة جديدة بعملها. انتظروني في حاجات تانية تكون حلوة وبسيطة زي كده.